والموفق من وفقه الله. وليس مع ذلك أن طالب العلم معصوم، لا، الإنسان ليس معصوم، قد يقع منه، لكن إذا وقع الخطأ من طالب علم لم يعهد عليه هذا، أو أنه ممن عرف من أنه حريص على اتباع الدليل وعلى السير على منهج السلف، مثل هذا تغتفر له زلته، لا يطاح به. أما أن يكون ديدن الأخطاء والطوام التي يأتي بها، هذا له شيء آخر. لكن أنا أريد أن أنبه إلى أنه لن يسلم أحد من الخطأ، لأن بعض الناس قد يفهم فهما ويقول أي إنسان يخطأ يطاح به، لن يبقى أحد على هذه القاعدة، لن يبقى أحد.